هنعمل ايه؟ عايز اكد بس معلومه يا جماعه، زيت الزيتون، خلينا نقول الزيت الزيتون اللي على الشجر لونه ايه؟ لونه اخضر. بيبدا يبقى لونه بني فاتح، يبدا يدخل لون بني غامق محمر، يبدا يدخل يبقى زيتون اسود. فالاكسترا فيرجن اوليف اويل، الاوليف اويل ده هو زيت الزيتون، الاويل يعني زيت، اوليف يعني زيتون. فاحنا لما هنقول زيت الزيتون البكر الممتاز اللي لونه اخضر، اول عصره بتتاخد من على الشجر يتعصر بيها زيت الزيتون. عشان في مشاهده فاضله بتبعت لي على الصفحه وتقول لي الاصفر ما بيتقليش بيه، المعلومه غلط. يا فندم رجاء حضرتك اتاكدي من معلومتك. احنا ان شاء الله نازله اعمل سيرفي اصلا على معاصر زيت الزيتون في طريق مصر اسكندريه، لو كان في امكانيه اصورها لكم هصورها لكم، لكن تاكدوا ان المعلومه دي صح. واكيد في دكاتره وناس فاهمه كتير جدا بتشوفنا دلوقتي خلال البرنامج، بوجه لكم تحيه ورجاء اكدوا لنا المعلومات من فضلكم، لو حد عارف يتصل بينا ياكد المعلومه عشان الناس اللي مش فاهمه. دي اول قطفة. الاول قطفة دي اللي بنقول عليها دايما على البارد، سلطات ما بينفعش ان احنا نتعامل معاه لانه على السخن، خلاص؟ طيب عندنا بعد كده زيت الزيتون البيور، في بعد كده زيت زيتون مكرر، بيتكرر يعني بنكرره فبيبدا يطلع، بس مش بنفس جوده زيت الزيتون البكر الممتاز، بيبقى اقل منه سنه في الجوده، بتبقى نسبته اعلى سنه، يعني هلاقيه مثلا 2% زيت الزيتون البكر الممتاز، هتقروا على الازاز هتلاقوها 1%، بحد اقصى 1% ممكن تبقى اقل. نيجي بعد كده نقول البيور اوليف اويل، زيت الزيتون النقي، ده حاجتين متاخد من زيت الزيتون البكر اللي هو اول قطفه من الشجر مع زيت الزيتون اللي كررناه له اقل سنه في الجوده منه، وعملنا ميكس بينهم وبين بعض، فبقى زيت زيتون اللي هو البيور، خلاص النقي. نقرا على الازازه مكتوب عليها كل حاجه عشان تعرفوا انتوا عايزين ايه. احنا عايزين زيت الزيتون، ناخد ازازه للسلطات هنخليها في جنب ونحطها في مكان تمام، ويفضل اللي هي تبقى في ازاز. طيب احنا عايزينه نستخدمه في الطهي؟ لا، زيت الزيتون البيور اللي هو الميكس بين الاثنين بيستخدم في الطهي يا جماعه، عادي جدا ما فيهوش اي مشكله. البكر الممتاز لا. عندنا بعد كده بيتاخد حاجه بتتاخد من بواقي زيت الزيت، من بواقي القلب اللي هو الطفل بتاع الزيتون بيقولوا عليها، من اللي هو اول قطفه وما بعده، خلاص. فده ما بنستخدموش، ده اقل في الجوده، ما فيهوش فيتامينز، ما فيهوش اي قيمه غذائيه، مش كويس. ده بقى ممكن نستخدمه في ايه؟ نلمع بيه، نلمع بيه الاخشاب لما يحصل فيها خدش، نلمع بيه كده، هنعمل ده باستفاضه، انا مش عايز اضيع بس ميعاد الحلقه.